في أخت سائلة دكتور بتقول إن يعني كانت مخطوبة، والخطوبة يعني هذا الخاطب دفع نص المهر فلوس، وهم اشتروا بهذا المال ذهب، وأيضا جاب هدية ذهب، يعني والدته جابت هدية ذهب للعروسة. الآن هذا الخاطب يعني فسخ الخطوبة برغبته. سؤال الأخت السائل، هل يرد له كل الذهب وكل الهدايا اللي جابها ولا لا يرد؟ وفي حالة أنه كان يرد، يرد مال زي ما هو دفع مال ولا يرد الذهب اللي هم اشتروه؟ هو اللهم صل على سيدنا محمد، هو المال ده تم دفعه ليه؟ تم دفعه نص المهر دكتور يعني. ايوه ماشي، بس عباره ان هم المهر يا اخي طارق، ومع ذلك ان هم تطرقوا الى العقد، تطرقوا الى الاتفاقات، يبقى الامر لم يقف على حد الخطوبه. لكن اذا كان في حد الخطوبه، الاسلام ينظر الخطوبه على انها يا اخي طارق باختصار شديد يا مشاهدة الاحبه، الاسلام ينظر الى الخطوبه على انها مجرد وعد بالزواج، وعد ليس إلا. ولذلك الخاطب لا تحل له الخطوبة ما يحرم على غيره. يعني لو واحد من الناس خطب بنت من بنات الناس، خطبها، هل يعني ذلك يحل له أن يخلو بها؟ لا. هل يحل له أن هو عفوا يعني يسافر بها؟ لا، لأنه ما زال أجنبيا عنها. الخطوبة يا مشاهدين الأحبة، الخطوبة وعد بالزواج ليس إلا. إما أن يتم الوفاء بهذا الوعد ويتوج بالعقد ثم الزواج بعد ذلك، أو أنه لا يتم الوفاء بهذا الوعد، وبالتالي لابد من التحفظ ولابد من التحرز ولابد من الاحتراس عند الخطوبة، لأن الخطوبة فترة إيه؟ فترة تعارف، فترة تعارف، ليعرف كل منهما طباع صاحبه، ليعرف كل منهما أفكار صاحبه، ليعرف كل منهما يعني عفوا كيف تدينه كيف خلقه. والحديث يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فكون إن هما يعني دفع مبلغ من المال، وما ذكرت حضرتك في الصيغة إن ده نصف المال، يبقى فيه اتفاقات. طيب هو دفع الأشياء دي مقابل استمتاعه بها ودخوله بها، لم يدخل بها، يبقى لا يحق لها انها تتمسك وانها يعني تحفظ او انها تمسك عند هذا المال، لان دفع لها المال مقابل انه يدخل بها واستمتع بها. والنص يقول تعالى في سوره النساء في الايه 24 فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن، لم يستمتع بها ولم يدخل بها. الدكتور هي الاخت لها اضافه صغيره بتقول ان يعني بعد فسخ الخطبه يعني لم يذكر الخاطب او اسرته هذا الذهب او هذا المال، لم يطالبوا به يعني، فهل ده يعتبر مثلا تراضي او تنازل او وما الى ذلك ولا؟ النص الكريم في سوره النساء، عفوا سوره البقره، مش لا عفوا يا اخي طارق، ليس خطوبه، لا بعد العقد. بعد العقد، اسمع النص القران يقول تعالى فيه اللي عقدوا وتزوجوا وتزوجوا على الورق بس ولم يدخلوا، مش خطوبه، لا ده الامر متقدم حتى في العقد. يقول تعالى في سوره البقره وان طلقتموهن من قبل أن تمسهن، حط الخطوط تحت عبارة من قبل أن تمسهن دي، معناه إيه؟ إنه قبل الدخول. أي نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة، الفريضة اللي هي إيه؟ اللي هي الاتفاقات اللي في بينهم بعضهم. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. يعني إيه نصف ما فرضتم؟ يعني اتفقوا على 100 مثلا. هو دفع يعني دلوقتي هو اتفقوا على 100 خلاص المهر 100، أي ما كان بقى 100,000 يعني دولار جنيه ين مارك أي ما كان، 100 جراح ذهب أي ما كان، وبعدين طلقها من قبل ما يدخل بها، يبقى له حق في النصف إلا إذا عفى أو هي عفى. وذلك النص يقول له وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تمام. ولعل قلت في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج أن كثير من القضايا التي تأتي في القرآن الكريم فيها تخيير. ماشي أخي طارق حبيبي؟ أي نعم دكتور. كثيرا ما تأتي في القرآن الكريم قضايا فيها تخيير. يخير المرء بين أمرين، وكما قيل في المثل من خيرك حيرك. من خيرك حيرك. أيوه. طيب كيف أخرج من هذه الحيرة؟ النص هنا قوله فنصف ما فرضتم هذا الخير الأولاني. نصف الخيار الثاني إلا أن يعفون، يعني أخذ النص ولا أعفو. أيوة.
ما من موضع في القرآن الكريم جاء فيه التخير بين أمرين إلا وأشار النص القرآني بعدها ربما في نفس الآية إلى الأفضل من الإيه؟ من الخيارين، الأفضل منهما. أين ذلك؟ وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقد النكاح. الخيار الأفضل إيه بقى ربنا اختاره؟ قال وأن تعفو أقرب للتقوى. مين بقى اللي يعفو؟ الخاطب نفسه يعفو أو العاقد يعفو، وبالتالي يترك النصف بتاعه والنصف الأولاني عند المخطوبة، أو إن المخطوبة نفسها أو المعقود عليها تترك له النصف بتاعها. شوف واضح الأخ؟ واضح. أيوة. وأن تعفو أقرب للتقوى. وبعدين عفوا أمر عجيب جدا أخي طارق، الآية بتقول إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. بالله عليك، هنا واحد كتب كتاب على واحدة اتزوج على الورق وما دخلش بيها، شاف منها فضل إيه؟ الترحيب وحسن التعامل والكلام ده. شافت منه فضل إيه؟ شاف منها فضل إيه؟ ومع ذلك شوف التعبير، شوف الإسلام لما بيراعي القيم والمثل، ولا تنسوا الفضل بينكم. فما بالك بقى لو كان دخلوا وشاف منها اللي ما شافوش من غيرها، وشافت منه اللي ما شافتش اللي ما شافتوش من 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 غيره، وربنا سبحانه وتعالى اطال في عمرهم واستمتعوا، وربنا رزقهم اولاد وغيرهم، فاحرى بهؤلاء واكد واحق الا ينسوا الفضل منها. ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله كان معكم رصيد، وهكذا. فبالتالي يبقى سؤال اختنا، هي مخطوبه من لم يتم العقد، وبعدين دفع جزء من المهر على انه هنسلم جدلا على 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 العباره بتاعتها ان هو دفع نص المهر. اذا كان تم فسخ الخطوبه يبقى معنى ذلك ان هو الحاجه اللي دفعها دي على انها ربما يكون هدايا ولا ده جزء من المهر الاتفاقات، تفرق. اذا كان الاشياء اللي دفعها دي هدايا، في حديث يقول العائد في هبته كالكلب، حديث صحيح، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لا، إذا كان هبة، إذا كان هدية. لكن إذا كان في الاتفاقات أن ده من المهر، من المهر الذي أشار، الذي سماه الرسول مهرا، وسماه القرآن فريضة، وسماه القرآن الكريم صداقة كما قال تعالى وآتوا النساء إيه؟ صدقاتهن نحلة. والحديث يقول أعظمهن بركة أيسرهن مهورة. يبقى مسمى المهر، يسمى الفريضة، يعني له أسماء كثيرة تعرضنا لها في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج. فبالتالي اللهم صل وسلم، إذا كان ما أعطاه وما قدمه من ذهب وما قدمه من فلوس نقدية يعني من اتفاقات المهر وليس هدية، يبقى في الاعتادي ما دام لم يدخل بها ولم يستمتع بها ولم يخلو بها، لأن الخلوة بتاخد حكم الدخول. وطبعا هم ما دام خطوبه فقط، ما تمش العقد، يبقى هو حق بماله، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعوض خيرا ويقدر لها ولهما كل خير ان شاء الله سبحانه.